السلام عليكم واهلا بكم، واتمنى يا رب تكونوا بخير. حلقه جديده عندنا النهارده، حلقه قويه جدا. وقبل ما نبدا انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش كمان ان المعلومه امانه، وزي ما وصلتكم وصلوها لغيركم. طيب توصلوها ازاي؟ باللايك اللي حضراتكم بتعملوه. اخواتنا اللي متابعين معانا من بدايه الدوره عارفين العمر والمساحه والعدد وكل التفاصيل دي. اخواتنا اللي جداد على القناه يا اهلا بكم، انزلوا حالا اعملوا اشتراك او سبسكرايب في القناه وانضموا لينا. بجد هتستفادوا كتير جدا على مدار الفيديوهات اللي احنا بننزلها على مدار الدوره. كل يوم هتلاقوا وصفه جديده لحاجه معينه. النهارده هنتكلم على ايه؟ النهارده عندنا فيديو قوي جدا. اخواتنا اللي سالونا على نقص الاوزان، اخواتنا اللي سالونا كمان على الشهيه اللي دايما عند الفراخ او الكتاكيت مقفوله، اخواتنا اللي بيسالونا على تفاوت الاوزان، على كل الحاجات دي النهارده هنتكلم عليها. وعندنا وصفه كده او خلطه بسيطه جدا، ولكن بجد هتخلي الشهيه دايما عند حضرتك، سواء ايا كان بقى العمر اللي عند حضرتك، هتخلي دايما الشهيه مفتوحه، هترفع الاوزان جدا ما شاء الله بجد. لو تابعتوا معانا كل الخلطات اللي احنا بننزلها يا جماعه على مدار الدوره، بجد هتطلع اوزان عندكم عاليه جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. عندنا الاوزان ما شاء الله، عندنا الاوزان النهارده اقسم بالله العظيم الاوزان النهارده انا نفسي متفاجئه منها. وانا بوزن كده باخد رينج عام يعني على او متوسط للاوزان اللي عندنا في العمر ده. عندنا كيلو 850 وكيلو 900 يا جماعه. طبعا اقل وزن عندنا في العمر ده زي ما حضراتكم شايفين كده، اقل وزن عندنا النهارده كيلو 750 جرام. متخيلين يبقى عند حضرتك الوزن ده في العمر ده؟ طيب عاوز اتكلم معاكم على حاجه مهمه جدا يا جماعه. طيب انا ليه متفاجئه من الاوزان دي؟ الصراحة أنا متفاجئة لأن العمر لسه صغير. طيب هل هو صعب إن حضرتك تطلع الأوزان دي؟ لا هو مش صعب يا جماعة. عاوز أقول لكم على حاجة كمان مهمة جدا، طول ما دورة التسمين مع حضرتك من بداية العمر ما جاش ليها أي أمراض، يبقى تأكد إن حضرتك هتطلع أوزان عالية. طيب إيه الحاجة الوحيدة اللي إحنا بنخاف منها على مدار الدورة؟ هي البرد يا جماعة. أي لطشة برد بتيجي عند حضرتك من عمر الكتكوت وهو لسه صغير، تأكد إن حضرتك فتحت كده على نفسك بوابة كبيرة جدا للفيروسات، لأن البرد يا جماعة هو بوابة الفيروسات اللي لما بتتفتح عندك بتعلي التكاليف بتاعت الأدوية بتاعت الفيروسات غالية جدا. طبعا بيبقى عند حضرتك نسبة نافق عالية جدا جدا، صعب السيطرة عليها. طيب بيبقى كمان عند حضرتك نقص في الاوزان، ودي حاجه بديهيه جدا ان بعد الفيروسات والامراض اللي بتيجي في عمر دوره التسمين، مهما عليك عديت من نسبه النافق اللي بتكون عاليه، مستحيل مستحيل تطلع حضرتك اوزان مرضيه في نهايه الدوره. طبعا اي غلطه يا جماعه قلنا قبل كده، اي غلطه في دوره التسمين بتاعت حضرتك بتزعلك جدا، لان خصوصا كمان يعني كان زمان مش بتزعل قوي، ولكن في الوقت الحالي يا جماعه حضراتكم عارفين ان العلف غالي وغالي جدا بطريقه صعبه. يعني كل اللي انا عاوز اقوله لحضرتك، يا اما تشتغل صح يا اما ما تشتغلش في التسمين. لو حضرتك مش هتعرف تطلع الاوزان اللي المفروض تطلعها علشان في نهايه الدوره يكون عندك ربح مجزي في نهايه الدوره، يبقى حضرتك ما تشتغلش في حاجه هتخسرك. فاهمين قصدي؟ دي نصيحه بس كده لوجه الله، علشان يا جماعه كل كلمه احنا بنقولها هنتحاسب عليها قدام ربنا. تمام كده؟ طيب علشان تطلعوا الاوزان دي هل هو صعب؟ هو مش صعب يا جماعه، واتكلمنا قبل كده وقلنا يا جماعه مهم جدا التهويه، مهم جدا الفرشه تكون عند حضرتك نظيفه دايما، مهم جدا تاخد بالك من البرد، تاخد بالك من التهويه، تكون درجه الحراره عند حضرتك مظبوطه من عمر دوره التسمين وهي كتكوت لنهايه الدوره، طبعا بتقل على مدار الدوره. خلاص كده؟ طبعا احنا ده مش موضوعنا النهارده، ولكن ده كده حبيت اقول الكلمتين دول علشان لو بس معانا حد مبتدئ على القناه، لان الكلام ده احنا قلناه قبل كده تقريبا في كل الفيديوهات. خلاص كده؟ اشتغلوا على الصور يا جماعه علشان تاخدوا الاوزان دي، اشتغلوا كمان خلطات طبيعيه. الخلطات الطبيعيه يا جماعه في دورة التسمين، لما بتبتدي دورة التسمين اللي عند حضرتك من بدايتها للنهاية بالخلطات الطبيعية، صدقني بتظبط وبتوفر مع حضرتك أدوية كتير جدا احنا في غنى عنها بالخلطات الطبيعية، اللي هي البصل والليمون والثوم والحاجات البدائية جدا اللي احنا يمكن أجدادنا كانوا بيستخدموها. خلاص كده؟ طيب النهاردة علشان بس ما ناخدش من وقت حضراتكم كتير، هنتكلم على مشكلة يا جماعة نقص الأوزان والشهية اللي دايما مقفولة. طيب النهاردة هنعمل إيه؟ النهاردة هنعمل خلطة بسيطة قوي، هنحط حاجات كده بسيطه جدا على العلف، ولكن بجد هتفرق معاكم جدا لو استخدمتوها. ولكن الحاجات اللي احنا هنحطها النهارده او الحاجه اللي انا هحطها النهارده لازم يا جماعه تستخدموها، يعني اقول لكم ايه؟ بالوزن. خلاص كده؟ يعني ما ينفعش ابدا الحاجه اللي احنا هنحطها النهارده تروحوا تكتروا منها علشان تفتح الشهيه، هتعمل عندكم العكس تماما.
خلاص كده او هتعمل عندكم مشاكل. خلي بالكم من الحاجات اللي احنا بنقولها، لما بنقول يا جماعه نحط حاجه كده بالبركه عادي بتكون خلطه طبيعيه عادي مفيش مشكله، لكن في حاجات برضو في الخلطات الطبيعيه ما ينفعش ان احنا نزودها، لان لو زودناها هتعمل معانا مشاكل برضو وهنرجع بقى نعالج ووجع دماغ. فمن الاول كده نظبط نفسنا ونعمل الحاجه اللي مش هتضرنا، نعمل الحاجه اللي ناخد منها فايده ولكن ما تضرش معانا. مش تقول نقول مثلا ان الخميره مثلا احنا النهارده هنحط خميره ولكن مش ده الاساس. لو قلنا مثلا الخميره يا جماعه ما ينفعش نحطها كتير، او مثلا ان احنا لو حطينا الخميره بتعلي الاوزان والكلام ده كله فنروح حاطين منها كتير فتعمل عندنا مشاكل تانية برضو احنا في غنى عنها. لو قلنا مثلا هنعمل يا جماعه العسل فاتح شهيه قوي جدا وبيرفع الاوزان بطريقه كويسه جدا والكلام ده كله، فحد مثلا مبتدئ معانا نقول مثلا نحط معلقه على اللتر ميه، هنلاقي حد مثلا حاطط برطمان على اللتر الميه علشان ان هو يطلع اوزان عاليه. غلط يا جماعه والله العظيم، انتوا بتضروا نفسكم بحاجات بسيطه جدا. خلي بالكم يا جماعه والله العظيم، يمكن انا بطول في الفيديوهات ولكن انا الحاجه اللي بلاقي مثلا منها او متخوفه ان حضراتكم تستخدموها غلط بقعد اعيد وازيد فيها علشان بس ما حدش يقع في غلطه ويبقى احنا السبب فيها. طبعا احنا يعني يا دوب شايلين ذنوب نفسنا بالعافيه، فكل واحد يقول يا جماعه الحاجة اللي مفروض نحطها نحطها ازاي. وكمان الدور التاني عليكم لما نقول يا جماعة نحط سنتي يبقى نحط سنتي، نحط معلقة يبقى نحط معلقة، فاهمين قصدي؟ يعني احنا علينا ان احنا نقول يا جماعة خلي بالكم من كذا، ولكن حضرتك برضو عليك عامل مهم جدا، اكيد احنا مش هنيجي نحط عند حضرتك، احنا بنقول وحضرتك عليك التنفيذ، فاهمين قصدي؟ طيب علشان ما اطولش عليكم النهارده، انا بحس ان انا بلغي كتير جدا ولكن لما بدخل في اي موضوع ببقى عاوزه انهيه يا جماعه علشان ما نرجعش نعيده تاني. النهارده هنجيب كميه من العليقه او العلف، لان هنبيت طبعا الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده العلفات فاضيه. طبعا السقايات احنا حاطين فيها النهارده زي ما حضراتكم شايفين كده مضاد سموم. طبعا كل ما الفراخ كبرت معاك او زادت في الوزن او في العمر لازم تدي مضاد سموم، بتدي مضاد سموم اي نوع. يا جماعه اي نوع بس برضو يكون نوع موثوق فيه. قلنا قبل كده اتعاملوا مع دكتور بيطري يكون امين على شغلك وبيخاف على مالك. خلاص كده النهارده حاطين مضاد سموم في السقايات كلها اهو، مش معطشين ولا حاجه ولكن احنا مجوعين يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين. طيب هل احنا عندنا مشكله في الاوزان؟ ابدا يا جماعه ولا اي حاجه، زي ما حضراتكم شايفين الاوزان عندنا هايله جدا. طيب عندنا الشهيه مقفوله؟ ابدا يا جماعه، احنا برضو لو حطينا العلف دلوقتي هيقوموا يجروا، ولكن احنا بس حاطينها النهارده كده علشان انا السؤال ده جالي كتير جدا جدا ان انتوا عندكم تفاوت في الاوزان، عندكم نقص اوزان عالي جدا. هنجيب كميه من العلف وهنرجع تاني نتكلم كلام مهم جدا ونشوف الخلطه بتاعتنا السريعه النهارده. زي ما حضراتكم شايفين كده جبنا كميه من العلف اهو يا جماعه، دي طبعا كميه والكميه الثانيه اهي. هنخلط بعد شويه الكميه دي على الكميه دي وهنزود كمان كميه من العلف لان طبعا احنا هنبيت عليها الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده. الصوره بتتكلم عن نفسها يا جماعه، مجرد ان احنا حطينا العلف في المكان قاموا يجروا، يعني معنى كده ان احنا اصلا ما عندناش شهيه مقفوله ولا اي حاجه بفضل الله. ليه؟ علشان حضرتك لو اشتغلت صح هتاخدوا الاوزان اللي عندنا دي يا جماعه، علشان بس ما ترجعوش تستغربوا من الاوزان اللي احنا بنطلعها في نهايه الدوره. بدايه كده يا جماعه عندنا هنا الخميره اللي كلنا شغالين بيها من بدايه الدوره، اللي هي الخميره اللي هي العاديه اللي كلنا بنستخدمها في الخبيز يا جماعه والحاجات دي. سالتونا برضو عن الفرق ما بين الخميره الفوريه والخميره العاديه، اي حاجه فيهم يا جماعه اللي موجوده عندكم استخدموها، دي زي دي مش هتفرق كتير. خلاص كده؟ طيب زي ما حضراتكم شايفين كده حطينا حوالي معلقه كبيره من الخميره، هنبدا كمان نحط حوالي برده معلقه كبيره من النشا اهو. طبعا ما تخافوش يا جماعه من استخدام النشا، ما بتعملش اي حاجه. حطينا خميره وحطينا نشا وهنحط كمان يا جماعه الكركم، هناخد برده حوالي معلقه كبيره من الكركم. الكركم فيه نسبه بروتين عاليه كمان فاتح شهيه قوي جدا. طيب يبقى حطينا ايه؟ حطينا خميره وحطينا نشا وحطينا كركم يا جماعه، وطبعا الحاجات دي احنا شغالين بيها من بدايه الدوره، ولكن الحاجه اللي انا هحطها النهارده دي خلي بالكم يا جماعه الحاجه اللي انا هحطها دلوقتي دي تستخدموها بحذر، مش روحوا تستخدموا كميه كبيره علشان انتوا اللي هتبقوا مسؤولين عن الحاجه اللي انتوا هتستخدموها مش انا. انا بقول لكم بس الحاجه اللي تصلح عندكم، ولكن لو قلبت لضدها هتكونوا انتوا السبب، تمام كده؟ طيب ايه هي الحاجة دي يا جماعة؟ هي الملح، الملح العادي اللي بنستخدمه في المطبخ بتاعنا يا جماعة كلنا اهو. الكيس اللي هو بجنيه ده هنجيب كيس هناخد منه حوالي معلقة صغيرة بس على كمية العلف اللي عندنا دي. كمية العلف اللي عندنا دي اللي احنا هنبيت عليها النهاردة دي تقريبا حوالي 10 كيلو، يزيدوا شوية يقلوا شوية مش مشكلة، ولكن هناخد عليهم بس معلقة صغيرة يا جماعة مش اكتر من كده.
هستخدم من الملح معلقه صغيره على الكميه دي اهو. زي ما حضراتكم شايفين استخدمنا كميه علف كبيره طبعا، ولكن استخدمنا عليها الحاجات اللي شايفينها دي. استخدمنا معلقه كبيره من النشا او حوالي معلقه ونص، واستخدمنا كمان حوالي معلقه من الخميره، واستخدمنا برده معلقه كبيره من الكركم، ولكن هنا استخدمنا معلقه صغيره من الملح يا جماعه، علشان الحاجات دي ما تبداش ان هي تتوه في العلف وما نستفادش منها. هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا يا اما نحط عليها خل او نحط عليها شويه ميه صغيرين. بما اننا احنا حاطين مضاد سموم في الميه، فانا مش هحط خل دلوقتي على الخلطه دي. طيب هنعمل ايه؟ هنحط عليها شويه ميه صغيرين جدا، بحيث بس ان احنا نخلط الحاجات دي مع العلف، ما توقعش بس كده في نهايه العلف وما يستفادوش منها باي حاجه. اهو هنحط عليهم بس شويه ميه صغيرين، بحيث بس ان الحاجات دي تبقى عامله كده زي العجينه، علشان لما نيجي نقلبها تتقلب وتختلط مع العلف. بصوا شايفين العلف بقى شكله عامل ازاي. هنفضل ان احنا نقلب كده كويس جدا لحد بقى لما كل الحاجات اللي احنا حطناها تبدا تختلط مع العلف، علشان تبقى العلف متغلف بالحاجات اللي احنا حطناها زي ما شايفين كده. بصوا شايفين لون العلف بقى عامل ازاي. الحاجات اللي احنا حطناها اتغلفت مع كل حبايه من العلف، مش ان احنا بس حطناها كده وبعدين تنزل في نهايه العلافه وما يستفادوش منها باي حاجه. زي ما حضراتكم شايفين هنقلب الكميه دي وهنقلبها على باقي كميه العلف، وهنوزعها على كميه العلافات الموجوده في المكان. نحطها على كميه العلف الثانيه اللي هي دي، وهنخلطهم كويس جدا مع بعض. شايفين بقى لون العلف هنا فارق ازاي غير لون العلف اللي احنا خلطناه؟ شايفين الفرق؟ طبعا كل حبايه من العلف هنا مختلطه مع الحاجات كلها اللي احنا حطيناها، الملح والكركم والنشا والخميره وايه تاني، بس كده. طيب النشا مهمه جدا يا جماعه، لو عندكم اسهالات هتعديها. طبعا قلنا قبل كده ان النشا يا جماعه مش علاج للاسهالات، ولكن هي حاجه وقائيه ان ما يحصلش عند حضرتك اسهالات. خلاص كده. طبعا الخميره معروفه ان هي بتعلي الاوزان جدا، مفيش فرق كبير ما بينها وما بين الخميره البيطريه يا جماعه، علشان جالنا السؤال ده وتقريبا انا نسيت ان انا ارد عليه في الكومنت، فافتكرته دلوقتي وبرد عليه اهو في الفيديو نفسه. خلاص كده. طيب هنبدأ بقى ناخد كمية العلف دي نخلطها بكمية العلف التانية ونوزعها في المكان كله يا جماعة في العلافات. خليكم معانا هنرجع نتكلم تاني مع بعض. خلاص كده زي ما حضراتكم شايفين وزعنا كمية العلف على كمية العلافات الموجودة في المكان، ولا عندنا فقدان شهية ولا عندنا أي حاجة بفضل الله. مجرد إن احنا بنحط العلف ما شاء الله يعني يا جماعة ما عندناش أي مشكلة من أي نوع. لو حضراتكم عاوزين توصلوا للمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، يبقى لازم تشتغلوا معانا الخلطات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها، تبدأوا معانا الدورة من بدايتها. لو حضراتكم لسه جداد على القناة ودخلتوا لقيتوا المنظر ده وعجبكم، ابدأوا معانا، ولكن برضه ابدأوا عدد صغير لو حضراتكم لسه مبتدئين في المجال ده. طيب لو حضراتكم بقى من المتابعين معانا اللي يوزن يا جماعه وماشي معانا ومتابع معانا من بدايه الدوره، اتمنى ان هو ينزل في التعليقات يقول الاوزان عنده عامله ازاي، ويقول لنا الاوزان عنده، كلنا بنتعلم من بعض. اللي ظاهر عنده مشكله يقول لنا، اللي عنده حاجه كويسه هنسمع منه. وبجد شرف لينا ان اي حد من حضراتكم يكون عنده تجربه ويقول في التعليقات التجربه بتاعته، علشان كلنا نستفيد من بعض يا جماعه. مفيش حد عارف كل حاجه، كلنا بنتعلم من بعض سواء بقى في اي مجال يا جماعه. والله العظيم احنا بنعيش ونموت واحنا بنتعلم، فاللي عنده حاجه يقدر يفيد بيها غيره اتمنى ان هو يقولها في التعليقات او في الكومنتات تحت الفيديو. بجد علشان تشوفوا المنظر ده اهتموا بالتهوية، خلوا الفرشة دايما نظيفة، اهتموا جدا بيه يبقى عند حضرتك عدد من السقيات والعلافات كفاية في المكان، علشان ما يحصلش عند حضرتك تفاوت في الأوزان. لازم علشان تعرف العدد عندك كفاية ولا لا تلاقي كل الفراخ عند حضرتك بتاكل. مجرد انك حضرتك تحط العلف والمية تلاقي اللي على العلف واللي على السقيات واللي على المية والكلام ده كله، ما تلاقيش فيه فراخ مثلا واقفة مش لاقية مكان. زي ما حضراتكم شايفين كده مفيش زحمة في المكان اهو، العلافات فاضية اهي يا جماعة، برضو ما عليهاش زحمة ولا اي حاجة. السقيات برضو فاضية اهي زي ما حضراتكم شايفين، مفيش زحمة عليها ولا اي حاجة. طول ما حضرتك مفيش عندك زحمة في المكان، يبقى تأكد ان حضرتك هتاخد اوزان عاليه. عندنا الفيومي وعندنا الساسو مع الابيض عادي جدا. الناس اللي بتبقى متخوفه ان هي تربي الساسو مع الابيض، ما تقلقوش قوي يا جماعه، ما دمتوا حضراتكم محضنين الاثنين مع بعض في نفس المكان ما تبقوش قلقانين خالص. بس كده ده كان الفيديو النهارده، بجد من قلبي بشكركم جدا، بشكر كل اخواتنا من مصر ومن الدول العربيه، شكرا جدا على ثقتكم الغاليه، شكرا جدا من القلب. اتمنى ان حضراتكم يبقى عندكم المنظر ده، بجد بشكركم جدا من قلبي، شكرا جدا على الثقه الغاليه. بس كده ده كان الفيديو، اتمنى لكم جميعا التوفيق، استنونا فيديو جديد.